تموز يمكن أقل، موعد دخول تعميم مصرف لبنان رقم 158 حيز التنفيذ ومباشرة المصارف بالإفراج عن الودائع المصرفية تدريجيا على ما يؤكد مصرف لبنان هيدا بقراره الأخير. وعلى الرغم من اقتراب موعد تنفيذ التعميم اللي بيجيز للمودعين شهريا سحب ال 400 دولار نقدا من حساباتهم و 400 دولار بالليرة حسب سعر صرف المنصة الإلكترونية 12,000، إلا أنه حال من التخبط تسيطر على القطاع المصرفي. ليش؟ لأنه في عدد من المصارف حسب ما عم ينقال ما بدها تطبق التعميم المذكور، وكمان في مؤيد ومعارض للتعميم 158، وفي المشك بقدرة المصارف والنية اللي تعودنا عليه عندها بعدم تطبيقه. خلونا نوضع نقطة على السطر مع ضيفنا اليوم المستشار المالي والمصرفي غسان أبو عضل، رح ينضم لنا بسيء الحلقة الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود. واتصالاتكم أصدقائي المستمعين على أرقام تليفونية صوت لبنان 01-205-511 01-325-555 الخلوي 76-611-005 وعبر الواتساب على 76-611-001. أستاذ غسان أبو عضل صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. مرسي. يعني هل ستبدأ المصارف فعلا بتطبيق تعميم 158؟ نحن اللي تعودنا أنه ما تطبق كل التعميم، وكمان يعني يصير في عندها حجج وهي كثيرة تتزرع فيها لعدم تطبيق منهم، يعني القانون، يعني أنه القانون في حجج كثيرة ما طبقتها. بنحكي عنها قانون الدولار الطالبي، كيف يعني بدها تطبق تعميم وهي بعدها لهلا يعني مش موافقة على هالتعميم؟ مزبوط، هو تاريخيا قبل الأزمة يعني قبل 2019 المصارف كانت تطبق التعميم. التعميم اللي صار فيه صعوبة بتطبيقها هي اللي صارت من بعد الأزمة 2019. هيدا التعميم بالذات 158 في كتير تساؤلات عليه، وفي عدة مصارف يعني عندها وسائل مختلفة لتفسره، مشان هيك لازم يجي تفسير واضح من مصرف لبنان ومن لجنة الرقابة على المصارف. نعم. لا تساؤلات معينة. هي جمعية المصارف من بعد ما طلع التعميم يمكن بيومين أو ثلاثة عملوا اجتماعات وحطوا سلسلة أسئلة وودوها لمصرف لبنان، ويمكن حتى من بعد هالأسئلة اللي تودت لمصرف لبنان كمان طلع أمور جديدة طرقت بالنسبة لتطبيق التعميم. عندنا معلومات أنه هلأ يعني بين يوم وثاني رح يصدر حاكم مصرف لبنان بعض التوضيحات حول التعميم 158، طبعا متعلق بالإجراءات الاستثنائية، وعم بيصير في اجتماعات يعني حول تفسير بنود هالتعميم، إن كان بين المصارف مع بعض البعض وإن كان بين المصرف المركزي والمصارف. ليش هالقد معقد؟ مش معقد، هو قصة توفر ولا ضياع بالوقت؟ لا، من ناحية انه في بعض الامور حقيقة بدها تفسير. يعني اجمالا لما بيصدر تعاميم من مصرف لبنان بيصدر بعدها تعاميم تطبيقية من لجنة الرقابة على المصارف بأكترية الاوقات. وهيدا شغلة منا جديدة، هيدا شغلة قديمة موجودة، بتعطي انه كيف لازم يطبقوا، بيعملوا جداول معينة، بيحطوا تواريخ معينة اتسترا. هيدا بالذات في هالناحية هيدي تعميم 158، وفي ناحية توفر السيولة لحتى يقدروا هالمصارف يأمنوا هالمبالغ هيدا ويدفعوها للناس. هلأ هون نجي لهيدا الموضوع. أنا برأيي هيدا الموضوع هو توفر السيولة أهم من موضوع مين بيستفيد وكيف بيستفيدوا، لأنه هيدا بتنحل. يعني من زمان، يعني من رجعني لورا كم شهر، كان حاكم مصرف لبنان طلب من المصارف أنه تزيد رأس مالها 3% من خلال مصارف طبعا تحويلات إلى الخارج. فاليوم مدى تقيد هالمصارف بالتعميم السابق واللي على أساسه تطبيق تعميم اليوم، مش لازم تكون ممول المصارف؟ هو التعميم 154 اللي عم تتفضلي تحكي عنه، هو كان في شغلتين، في زيادة رأس مال المصارف وفي تكوين سيولة. نعم. 3% عند المصارف الأجنبية يلي هي هيدي تستعمل لحتى المصارف تقدر تجيب البنك نوت على البلد وتقدر توزعه للعالم أو تقدر منه تعمل تحويل للناس. فبالمبدأ 3% كانت مهلتها لآخر شهر شباط الماضي،
ومبدئيا المصارف بتقول انه التزمت فيها، وكانت لجنة الرقابة ومصرف لبنان عم بيتواصلوا مع المصارف لحتى يشوفوا مين بعد عنده نقص معين، اذا كان في من نقص معين لحتى يعالجوها. نحن بدنا نعتبر انه المصارف التزمت ب 3%، لانه الجو العام بالمصارف كان عم بيقول انه هن التزموا، وما صدر شيء لا عن مصرف لبنان ولا عن لجنة الرقابة لا عن مصارف معينة بتقول انه هن ما التزموا او عندهم صعوبة كبيرة. ليش عم نحكي بمشكلة السيولة اذا؟ مشكلة السيولة لأنه اليوم في طلب كتير على السيولة. يعني من وقت ما وقعت الأزمة الناس مثل ما بيقولوا هجمت على المصارف أنه نحن بدنا كاش. عادة التعامل الكاش بالمصارف والناس عادة كيف بيتعاملوا مع المصارف بالكاش، هذا بشكل جزء بسيط يلي هو أقل من 5% يمكن من التعاملات بين المصارف. التعاملات بيصير بالشيكات، بالتحويل، بالبطاقات، بهالأمور هيدي، ومش العالم بتركض بزيت الوقت دايما لحتى تسحب الكاش. لما صارت هالهجمة هيدي بسبب الأزمة يلي مارق فيها لبنان، ويلي هي ما مبلشة بال2019، يعني هي مبلشة من أكتر من 3-4 سنين لورا، فصار في ضغط على السيولة. ومشان هيك هلأ بلشوا بالثلاثة بالمية، وهلأ مصرف لبنان عم بيقول لهم للمصارف أنه فيكم تستعملوا من هالثلاثة بالمية لتدفعوا $400 لبعول التعميم 158، وقد ما أنتوا بتجيبوا من هالثلاثة بالمية أنا بعطيكم قدهم من عندي. ماذا عن الأموال؟ طبعا الفساد، الأموال الفساد اللي حولت إلى الخارج مثلا ممكن يستعينوا فيها، واللي طلب كمان المصرف المركزي من المصارف بموجب التعميم ذاته انه يحس اصحابها على اعادتها بنسبه 15%، وهيدي كمان بتكون سيوله بالمصارف. هلا مصرف لبنان هو ما سماها اموال فساد، بس انا عم نسميها اي، قال لهم للمصارف كل شخص حول اكثر من $500,000 من سنه 2017 ولهلا بده يرجع 15% منهم. يلي ما بيلتزم هو بيحوله على التحقيق بإطار مكافحة تبييض الأموال وأشياء من هالنوع. نعم. طيب شو أبرز بنود هالتعميم هيك باختصار؟ يمكن يعني هي شوي الأمور معقدة فعلا إذا بدك ترقى أو تقرأ بنود هالتعميم، إنما هيك بشكل مبسط للناس مين بيستفيد منه مين ما بيستفيد، يعني ديش لازم تكون مكون رأس مال لأنه أنت عندك بالمصرف لحتى تستفيد منه اللي واضع أمواله قبل طبعا 2019. يعني في كتير بنود بهالتعميم، شو أبرزها وكيف ممكن هيك نشرح بطريقة مبسطة للناس مين بيستفيد ومين ما بيستفيد وشو المحاذير؟ بالمبدأ كل الناس بتستفيد يلي عندهم دولار قبل 2019، قبل تشرين 2019. وحجم المبلغ مش ضروري، المبلغ بيستفيد منه اللي عنده كان $2,000 بحسابه وبعدهم $2,000 لهلأ بيقدر يسحبهم، ويلي كان عنده $5,000,000 وبعدهم $5,000,000 بيسحبهم. بس هون المفارقة ما بيسحبهم كلهم، يعني هي انه بيسحب جزء لحديت $4,800 بالسنة، لحديت بركي $50,000 إذا استمر التعميم لمدة 5 سنين. وهون بنسأل سؤال أنه مين حط رقم $50,000؟ شو بيعني رقم $50,000؟ في ناس بذكرها رقم $50,000 على الـ1,500 ليرة بالـ75 مليون ليرة يلي بتضمنها مؤسسة ضمان الودايع. هل يا ترى عم ينعمل من هالطريقة هيدي مثل تجميع معلومات أنه إذا اليوم بدهم يضمنوا بس 75 مليون أو $50,000 على سعر الصرف أو على سعر المنصة أو جزء منهم بالكاش، أنه نحن بس رح نضمن هيدول؟ هل قد مؤسسة ضمان الودايع؟ لأنه هيدا مش من زمان رفعوا المبلغ من 5 مليون ليرة يلي كان من سنين ل 75 مليون ليرة، هيدا رفعوه من كم شهر. هل يا ترى الـ50,000 جاي من هون؟ ما بعرف، يعني مني أكيد، بس بيلفت النظر رقم الـ50,000. شو يعني في بالأمر إلنا؟ لا، في يمكن تجميع معلومات أنه هات لنشوف إذا نحن بدنا نضمن الـ50,000 خلينا نشوف قديش بتكلفنا. بس نحكى عن رفع السرية المصرفية يمكن بهالإطار ربطوها ببعضها، شو القصة؟ هيدي رفع السرية المصرفية يعني شغلة عم بتصير بقانون وبتعميم يمكن لأول مرة بهالشكل بتاريخ لبنان على ودايع. يعني رفع السرية المصرفية إلى أصولها وفي عليها قانون كتير يعني صارم بالتنفيذ. هون رفع السرية هي بس تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة ليقدروا هن يتأكدوا انه هالناس او هالمصارف ما عم تستغل هالتعميم لتسحب مصاري اكتر من يلي موجودة بالتعميم. نعم، هيدا الهدف منه.
يعني على صاحب الحساب المستفيد انه يرفع حصرا السريه المصرفيه عن الحساب الخاص المتفرع، وهيك بتكون اجت لوحدها رفع السريه عن هذا الحساب يعني. نعم. هلا يمكن الشخص يلي رح يرفع السريه المصرفيه عن حساب ببنك معين يمكن هو ما بده يقول للمصرف لبنان حتى، او يخلي حدا يعرف انه هو عنده حسابات حتى بهالبنك. نعم. فيمكن في ناس اليوم يلي عنده حسابات كبيره، انا برايي ويعني سمعتها من عدة أشخاص عندهم حسابات كبيرة أنه هني ما بيهمون يستفيدوا من هذا التعميم. على كل حال يعني بموضوع كمان حطوا بنود أنه عدم التقيد، المادة الثامنة بنص على أنه عدم التقيد يلزم البنك المعني بإعادة السيولة الخارجية اللي استفاد منها من مصرف لبنان، وبيعرضها للعقوبات المنصوص عنها بقانون النقد والتسليف. يعني حطت لهم شروط للمصارف، يعني أنه إذا ما بدها تتعامل. هيك الاجتماعات مفتوحة اليوم بالمصارف وجمعية المصارف لتشوف كيف بدها تمشي بهالتعميم. تقدر ترفض؟ المصارف ترفض؟ لا، المصارف ما فيها ترفض، ما فيها ترفض، لا ما فيها ترفض. تعميم مصرف لبنان بالنسبة للمصارف ملزم، مشان هيك هن عملوا اجتماعات بين بعضهم جمعية المصارف وعم بيتواصلوا مع مصرف لبنان لحتى يشوفوا كيف بدهم يطبقوا هالتعميم. ايه بس ليه ما بيلاقوا لك حجج؟ يعني تعودنا نحن، مش هون عم نتهم المصارف. يعني إذا القانون قانون ما ألزمون 100%، كيف التعميم بده يلزمون؟ يعني قانون دولار طالبي لقينا كثير في انه مماطله، يعني اتحول لطلاب الخارج الجزء البسيط من الجزء الاكبر لازم يتحول. يعني هيدا عندك قانون وعم تتزرع فيه وطالع القانون من مجلس النواب. كيف تعميم بده يدفع المصرف 400 دولار يعني فريش و400 دولار على سعر المنصه؟ يعني دائما في حجج. ويا ريت يلي عنده اي يمكن تفسير لكلامي او اي ردة فعل يتواصل معنا مثل ما قلنا على ارقام تليفونات صوت لبنان اللي ذكرناها. هلا بالنسبه ليش ما عم بيتايدوا او بيتحججوا باشياء معينه تما يتايدوا بالقانون، في مشكله سيوله. نعم. يعني المصارف قديش عندها سيوله عم بتجرب توزعها. طيب مش عارف اليوم لحيك مصرف لبنان انه هالمشكله موجوده، مش لازم ياخذها بعين الاعتبار قبل ما يصدر هيك تعميم؟ يعني شو انه كمان بصير يقولوا الناس انه هيك مماطله لحتى يهدوا الشارع لحتى يهدوا الناس كمان؟ يعني هيدي علامه استفهام. ممكن يكون هيك. هلا الحاكم قال لهم قديش انتم بتحطوا انا بعطيكم قدهم، يعني هيدي مبادره. هلا منين عم بيجيبون؟ عم بيجيبون من الاحتياطي الالزامي، عم بيجيبون من اموال المصارف يلي هي حطتها عنده. يعني ليش هالخوف من تحذير من مفاعيله؟ ليش عم ينقال انه فعلا ما حدا رح يستفيد منه؟ ليش هالاجواء هي يعني عم بتكون بوجه التعميم؟ يعني بدل ما نهلل ونفرح ونقول يا عمي رح ناخد شوي من مصرياتنا ولو بالقطارة، مصريات المودعين وقصدي، ليش هالتحذير انه فعلا هالتعميم مش رح يمشي برأيك؟ هو نهلل ونفرح، ما بتصور نحن نوصل لمرحلة انه نهلل ونفرح بتعميم من هالنوع. هيدا خطوة صغيرة. وسنة الماضية بس احنا كنا عم نقبض، يعني المودعين انا عم بحكي باسمه، كنا عم نقبض على 3009. صحيح. يعني اليوم انت عم يعطيك على 12000، يعني بتصير تقول انه افضل من الوضع السابق. طبعا افضل لبعض الناس يلي حساباتهم صغيرة. نستقبل اتصال انا وياك اليوم ضيفنا المستشار المالي والمصرفي غسان ابو عضل. مين معي؟ الو بونجور. بونجورين. بدي اقول لك وقت اللي عملوا المنصة قالوا المنصة بدها تخلق ميتة، هي خلقت ميتة وطلع ريحتها كمان. نعم. وبس بخصوص هيدي ال 400 دولار الكاش و 400 مصرفين على المنصة، هيدي ابر مورفين. يعني بس ليلاقوا لنا موضوع نحكي فيه. وبس انا الله خليكي بدي اسألك، ولا مرة عم بسمع ولا على التلفزيون ولا على الراديو بيحكوا عن اللي حاطت لبناني قديش بحق له يسحق؟ كله عن الدولار عن الدولار. إيه بس هو اللي حاطط لبناني بيقدر يسحب قد ما بده كمان بالقطارة؟ ايه اقل من القطارة. انا عم اقول لك عم تصير معنا. نعم. يعني اللي حاطط بيقولوا لك اللي حاطط ملايين الدولار ملايين الليرات، ما بنعرف نحكي الا بالدولار، ملايين الليرات بحق له بخمس ملايين بالشهر. طب كيف هيك؟ ما كانوا عم بني 10، كنا نروح نجيب 10. شكرا لك. اوعي تفكري بتروحي بمشوار واحد بتجيبيهم، لا بدك كل جمعه تروحي تجيبي اثنين، هلا صرتي جيبي خمسه، بتروحي ثلاث مشاوير، اثنين اثنين واحد. طب ما بعرف ما بعرف ما بعرف.
يعني على طول الحلقات عم تنعمل حتى على الإذاعات التلفزيون كله عن الدولار. رح نسألك ولا يهمك، يعني وصلت الفكرة وشكرا لك. نعم جميلة، تفضلي. يكون العافية. إذا الواحد عنده حساب مثل عم بتقولوا بده يسحبهم $400 و400 على اللبناني، وقالوا إنه بده يفتحوا حساب جديد كرمال هذه المنصة الجديدة، يا هل ترى بلشوا يفتحوا حسابات ولا كيف؟ نعم، اليوم يعني قصة المصارف قصة، بس اليوم بدنا نحكي نحن على التعميم. اليوم بحق لهم يفتحوا حسابات اللي عنده هالقد، مثل ما عم تقول جميلة سمعت الفويس. لا هي عم تسأل انه اذا بلشوا يفتحوا الحسابات المنصوص عنا بالتعميم 158 هيدا بعد ما بلشت. طيب اليوم عم بيقولوا لنا يلي عم بيعملوا حكي مصرف لبنان بيشبه مقولة عنا نقطع الخط لانه انقطعت الفويس لانه اجينا اتصال. مين معي؟ تفضل. رقم بينتهي ب 47. تفضل يا هلا. كنت عم تقول الست قبل كنت عم تحكي انه عم يعطوها 5 مليون بالشهر. ما في 5 مليون، عم يعطوها 3 مليون بالشهر على كل حساب، كذا يعطونا 6 مليون، صار عم يعطونا 3 مليون. بدي اعرف اي حساب عم يعطوه 5 مليون. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. شو ردك اليوم غسان ابو عضل؟ عندك معلومات بهالمطار؟ هي سحب المبالغ بالليره اللبنانيه كمان خفت، لانه كمان في تعاميم بهالاطار، لانه في ضغط عليه. انت بالليره اللبنانيه في تعاميم من مصرف لبنان حول موضوع الليره اللبنانيه وليش بيقدر يسحب المواطن. بس هيدي بتختلف من مصرف لمصرف وبتختلف من حساب لحساب. يعني الحساب يلي فيه كتير مصاري عم بيقدر يسحب اكثر من الحساب الصغير. مستقبل اتصال من معي. الو صباح النور. بس عندي سؤال. نعم تفضل. بالتعميم في $200 حينعطوا على اللبناني. نعم. على 12,000. نعم. طيب سؤالي، في 700,000 حساب تقريبا حيستفيدوا من هيدا، من هالتعميم. يعني في حوالي 900 مليار شهري حيندفعوا باللبناني. تفضل. سؤالي، من وين بيجوا هول التريليون، حوالي تريليون ليرة؟ هول شو عم يعملوا؟ بس شو حيأثروا على سعر الصرف؟ نعم، يعني هو من وين بيجوا؟ أول شيء بيجوا صحيح من الاحتياط الإزامي، يعني 400,000 من هال 400,000 حساب أخذوا اللبناني، هو حوالي تريليون ليرة بالشهر. من وين بدهم يجوا؟ هذا السؤال الأول. وشو حيكون تأثيرهم على سعر الصرف؟ شكرا لك. أول شيء رح يجيبوا من الاحتياط الإزامي؟ لا، هو عم بيسأل مش عن الاحتياط، الاحتياط الإزامي موجود بالدولار. عم يسأل عن أنه الشخص بيقدر يسحب $200 من أصل الـ400 على الليرة اللبناني، بيقدر يسحبهم كاش. هيدي الكاش مين رح يجوا؟ الكاش يعني بده ينطبع كاش، ما هو حق بالسؤال. نعم. انه في طباعة كاش، ومن شهر لشهر عم نشوف انه الكاش عم بيزيد، وكل ما بيزيد الكاش كل ما بتنزل قيمته. بس سؤال كمان عن الاحتياط الإزامي، رح يدقوا فيهم ولا لا من اموال المصارف؟ يعني 3% وال15% من الاموال المهربة، من وين بدهم يجيبوا المصارف؟ هيدا سؤال كمان. المصارف عم بتجيب الدولار من 3% وشقفة منها من 1%، هيك الظاهر يلي مصرف لبنان خفضها من بكفوا، يا حيكفوا لفترة صغيرة. ما هو التعميم معمول على سنة على أمل يتجدد. مزبوط. نعم. بس على سنة يعني $9,600، بس قايلين أنه 50,000. هون السؤال، هون السؤال، ليش 50,000؟ رقم من الخارج بينتهي ب 62. تفضل. صباح الخير. يا هلا. يعني أنا بدي أقول شغلة، في اليوم عدم شو اسمه هيدا، عدم ثقة عملوه عند الناس. وفي السياسة المصرفية مثل السياسة البوليسية، كل بنك عنده سياسة خاصة فيه، يعني بتروحي من بنك لبنك غير شيء، غير قصص، غير تعليمات، غير التزامات. شو السؤال؟ شو السؤال؟ كل قرار عم يطلع السؤال، لا مش سؤال، هي استنتاج. السؤال انه اليوم كيف بدنا نرجع الثقة للعالم؟ اليوم اذا العالم ما عندها بقى ثقة بكل هالسياسة المصرفية بهالبلد كله، كيف بدنا نرجع الثقة ليصير في تداول بالعملة بين الناس؟ الناس اخذت مصرياتها مخبطة، اذا ما اعطيتهم ثقة كيف بدنا نرجع يطلعوا مصرياتهم يطلعوها؟ شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. يعني ما في ثقة مفقودة، في ملايين من الدولارات موجودة بالبيوت. الثقة شغلة كتير مهمة، قطاع المصرفي هو مبني على الثقة، وهيدا سؤال كتير مهم. أنا بحب أتوقف عليه دقيقة صغيرة بس حتى أقول أنه اليوم المصارف لحتى ترجع جزء من الثقة يلي خسرتها من الناس،
هي انه تروح تشوف كيف بدها تحصل المصريات يلي موجودة بمصرف لبنان ويلي الدولة اللبنانية قررت انه ما ترجع تدفعها. اليوم المصارف اذا بتدين شخص 10,000 دولار تيشتري سيارة وما دفعها بتروح تحجز له على السيارة. فشو عم تعمل لحتى ترجع عشرات المليارات يلي موجودة بمصرف لبنان ويلي موجودة مع الدولة اللبنانية؟ اذا اعترفنا انه في دولة. معنا اتصالين على الخط نخدهم ورا بعضهم. مين معي؟ الو. كمان اتصال اخر. مين معنا؟ الو. فويس مسج عم ينقطعوا الخطوط. جورج عندك؟ خلينا ناخذ فويس مسج. يا ريت مثل ما بتقول بيعطونا 5 مليون ب 5 مليون بالشهر، عم يعطونا 3 مليون. وصلت الفكره؟ يعني كل اللي عم يحكوا هلا بيطبقوا المثل اللي بيقول مال السيء بيعلم الناس الحرام، ونفس الشيء ما انت لما ما بتنزل بتحرق دين والبنك وبتولعه كله سوا انه ما بيعطيك دولاراتك، ساعتها انت حق عليك مش حق على البنك. ما تخزني يعني، خليك نايم. شكرا لك. كمان اليوم عم بيقولوا لنا المصارف التزمت وتلتزم بقانون الدولار الطالب، ولكن هناك من يحاول استغلال ثغره في القانون بهالاطار. خلينا ناخذ اتصالات. مين معنا؟ الو. الو. ايه بونجور. تفضلي. بدي اساله اللي عنده اكثر من حساب بمصرف، مصرفين يعني، عنده حساب بمصرف ثاني وبعدين اذا في حساب مشترك يعني البي وابنه، هذا شو بيحسبوه؟ بيحسبوه واحد ولا بيحسبوه اثنين؟ شو يا استاذ غسان؟ نحن بنعرف انه مره واحده من حساب واحد. كل مصرف بجمع كل الحسابات سوا وبيقول انه هودي حساب واحد. هلا تاني مصرف كمان رح يجمعهم ويقول هيدا حساب واحد، وبالاخر هني بيصرحوا لمصرف لبنان اذا كان هالعميل هيدا قرر انه يفتح حساب هون وفي حساب هون، ومصرف لبنان هو بيراقب عمليه السحب. نستقبل كمان اتصال. مين معي؟ صباح الخير. الرقم ينتهي ب 318. تفضل. كل شوي بنفوت على موضوع جديد وبننسى الموضوع الاساسي. نحن كلنا قلنا مصاري بالبنك، بس بدنا الدولة اللبنانية تتحرك ضد الفاسدين وترجع لنا المصاري اللي انسرقت لحتى ناخد مصاري من البنك. كل شوي بنفتح موضوع بنروح على محل تاني وبنسونا الاساس. بدنا المال الفاسد المال اللي انسرق من طرف الفاسدين يرتجع لحتى نقدر نستفيد مصرياتنا. نعم شكرا لك. يعني اليوم عم بيطالبوا فيه. نعم يعني اليوم انه في اموال كتير وفي فضايح، وهن اتهموا بعضهم بعض السياسيين بالاموال ونتيجة الصفقات وسرقة الاموال، يعني انه كمان هو بموله المصارف وبتدفع للناس. هلا الاموال الفاسدة اللي ظهرت لبرا مش بس هي السبب، يعني في اموال انصرفت معروفة انه على شو انصرفت وهي جزء الاكبر. نعم. وهيدي راحت على هدر من سوء إدارة. على كل حال اليوم عم بنقال انه في صعوبات تقنية، بس رح نقول الأسئلة بسرعة رح تواجهوا بآلية التنفيذ وتجميع المعلومات عن المودعين بظل السرية المصرفية الموجودة، صحيح؟ تجميع المعلومات. هلا كل مصرف في مصارف عندها مشكله يعني انه تقدر تجمع هالحسابات هيدي وتجمع المعلومات. اليوم حاكم مصرف لبنان المصرف المركزي اتاح للمصارف انه تبدي ملاحظاتها على التعميم، الا انه تاجل موعد افساحا في المجال لكل مصرف كمان لمزيد من الدرس حول اليه تنفيذه. يعني هي اليوم نحن باجواء انه من راضيه كانه معترضه على التعميم، وصار في نقاشات حوله. اليوم عم تشوف كيف بدها تتعامل معه، شو بدها تقول وشو ما بدها تقول وشو المحاذير، بس بيجي رأي صندوق النقد الدولي كأنه واقف معه. انتقد تداعيات التعميم التضخمية بظل عدم وجود إصلاحات بتلازمه يعني للأزمة المالية، وهيدا كأن عم بيشد إيده على المعترضين عليه وعم بيشيع كأنه التعميم رح يطير. شو رأيك بهالكلام؟ كل تعميم أو كل إجراء هيك منفصل بحد ذاته ما رح يشكل حل. نعم. ويمكن يكون جزء من مشكلة بعدين بدها تخلق، فمشان هيك كل هالتعميم هيدي إن كان الـ 158، إن كان زيادة رؤوس أموال المصارف، إن كان الخطة الاقتصادية للدولة، إن كان كابيتال كنترول، كل هالأمور هيدي بدها تجي متكاملة. وهون نحن منشوف إنه ما في إدارة
عم تجي بتحط هالخطة كلها سوا وعم بتقول انه انا مسؤول عن هالشي هيدا وبدي امشي فيه. منلاقي انه مصرف لبنان بيطلع بتعميم، مجلس النواب عم بيحضر كابيتال كنترول، الحكومة بتعمل اشياء تانية بتحكينا من ميلة عن خسائر، ومن ميلة تانية بتكمل بسياسة الخسائر يلي هي شغلة حقيقة يعني ما مش مفهومة ابدا. الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، صباح الخير. صباح الخير ست نوال، لك ولبيتك وللمستمعين جميعا. اليوم ليش حضرتك بتقول انه المصارف ولو بتملك الاموال والسيولة لدفعة 800 دولار لكل مودع الا انه رح تواجه ضغوط لتنفيذ التعميم اللي صدر بغير وقته، ليش هالكلام؟ يعني انا اللي عم بقصده اذا كنت بدك احكي بالعنوان العريض انه في تعميم بيخلي الناس تاخد اموالها حتى لو جزئيا لو بالشكل اليسير البسيط، ما حدا بيجي بيعترض لانه الناس اللي حق تاخد كل اموالها، ومش بس فئة من الناس، لازم كل الناس تقدر تاخد كل اموالها. بس نحن عايشين الحقيقة في غياب هالحل الشامل مثل ما حكي يعني الاستضافك يعني بالقصة هاي، في عدم غياب الحل الشامل الكامل. نحن نعيش اليوم اما بتعميم الفوضى او بفوضى التعميم. نعم. يعني ما فيك تيجي تحكي بموضوع تعميم انه يكون هذا يشكل يعني حجر لحل مقبول، الا انه يكون هو حل جزئي بسيط مرحلي اني، لانه كل مقومات وكل الحقيقه عناصر الانفجار الاجتماعي تكون هلا عم يتجمع لحتى يعني نوعا ما هذا الانفجار اصبح وشيكا. يحاول البنك المركزي بتخفيف هذا الانفجار، بدا بال 549 اعطى للناس الصغار 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 لما حولهم من لبناني الى دولار ودولار على 3900 ليره، اذا بتذكر بشهر 3 بشهر 4 2020 مشي على ال 151 اعطوهم نوعا ما نفس في تغطيه الاشياء الحياتيه تبعتهم على 3900، راح الى ال 154 طلب من المصارف تقدر ترسم الحاله وتامن شويه من سيوله، وش 58 هذا 58 في تباين، في تباين معه مع ال 151 مع ال 154، ليس يتقاطع ليس يتكامل مع هذا التعميمين. يعني مثلا ما معنى ان يكون دولاراتك منهم ب 12000 ومنهم ب 3900؟ خطيني تفسير قانوني، سند قانوني ممكن يعطي هذا التفسير. طب كيف بدك تقدر تقبلي للجمهور يقول لك انه دولاري انا الموجود بالبنك ال 50000 بحطهم بصير استفيد عليهم على 12000 ليره نصهم يعني، وهيداك اذا ما حطيتهم انا وما استفدت من 158 بروح على 151 على 3900. نعم. طب كيف بدك تخلي المصارف تستعمل سيولتها اللي انت طلبت منها تكوينها؟ وقلت لها بترجع تيجي تعملها باخر ال 2022 وانت عم تعمل برنامج لخمس سنين. طب اذا انا اليوم كونته ب 22 انا بسنه 23 شو بتريدني اعمل؟ وعمل التعميم سنه بسنه هو حطهم انه يحط 50000 دولار على خمس سنين. يعني هناك نوعا ما في فوضى تعميم، تعميم فوضى. يعني اليوم عم بينقال انه التعميم ومن جمعيه المستهلك الصادر عن مصرف لبنان اللي هو 158 هو طريق للاسراع الى الانهيار ويحمل في طياته الكثير من الشياطين. لا ست نوال، هذا لتبريد نوعا ما عناصر الانفجار، لانه اول 549 قام من السوق مليون و600 الف حساب، هلا بعد عندك مليون حساب، هلا هذا بيتعاطى مع 600 الف حساب، بضل مشكلتك بالمرحله اللي جاي بدك تعاطي مع 400 الف حساب، 400-450 مشان ما كنا عم بحكي انا بالدقه بالارقام تبعتي. اول تعميم 549 ريح مليون و600 قام هون، هلا بدي قيم 600 الف حساب، بس هذا عم بحكيكي تعميم خمس سنوات. يعني انا اذا بدي اعمل كوكاله تصنيف دوليه وعم باخذ اي بنك ما باخذه انا التزامه سنوي، طالما في تعميم عم بقول له بدك تدفعهم هول لتخلص كل الحسابات على خمس سنين، بدي اعتبر انا في التزام عليه بدفع هول المبالغ بالدولار الامريكي لخمس سنوات، معناتها انا بدي اعتبر انه صار عنده مشكله سيوله حقيقيه انيه، واصبحت هناك ما يسمى بالحسابات الفريش ماني وغير فريش ماني معرضه للاستهلاك، وهذا بيأذي. يعني بصير عندك انت النظره الى القطاع المصرفي، لذلك القطاع المصرفي جميع مصارف عليه ان توقف، تفهم تماما انه كيف يمكن انعكاسها تمشي حتى المودع. سيدي طب انا كيف 3900 وغير ب 12000؟ طبعا انا ما بريد انه يعملها ب 12000 ويخليها 4000 5000، بس ممكن تنزل سقف السحب وتصير ب 12000، تقيم شطر من الشطور المنصه، طالما المنصه الاولى ابتغت تمشي على المنصه الجديده على 12000 ليره. هل ممكن كل الكلام اللي قلته اليوم استاذ سمير حمود يتوضح
من لجنة الرقابة على المصارف ومن حاكم مصرف لبنان، لأنه قالوا أنه بدهم يطلعوا توضيح للآلية كيف لازم يتطبق التعميم. أنا بوجهة نظري دائما اليوم الدور تبع يعني مع احترامنا يعني مصرف لبنان عم بيحاول يبرد الانفجار الاجتماعي اللي ممكن يحصل بالبلد، ورجة الرقابة على المصارف خرجت بسياق حقيقة مهام الأساس القانوني، مهامة أنه صحة المصارف لحماية المودعين، مش هي مين بدي يقبض من وديعته وقدي بيقبض من وديعته وقدي بياخذ هالقد، هيدي ما شغلة رجة الرقابة على المصارف. أنا بصراحة هيدي مهمة الأولى اليوم، مهمة جمعية المصارف، على جمعية المصارف أن تكون أكثر دقة وأكثر مهنية وأكثر حقيقة متابعة بشؤونها، لأنه لازم يفهم المودع إذا ما في مصرف ما في وديعة، لازم يفهم المصارف إذا ما في وديعة ما في مصرف. هذه هم أصحاب المصارف، جمعية المصارف في حماية رساميلهم، بداية بحماية المودعين، لأنه لا يحمر اسمال إذا لم يحمر وديعة، لا يكون هناك مصرف إذا كانت وديعة بدها تخسر. فجمعية المصارف هذا هو مهنك، وهذا اليوم عم تجتمع أكثر بكثير من قبل، عم تجتمع بس ما توصلت يعني نتيجة اجتماعاتها إلى أنه طيع لنا بيان نعرف شو موقفها. هل صدور قانون كابيتال كنترول بمجلس النواب ممكن يلغي مفعيل التعميم بالكامل، ومش الأفضل هو تطبيق قانون؟ ليش بدي اغذي يعني انا ليش بدي اذي انا مودع بدي اقبض 400 دولار؟ انا مش هلا بدي ضد انه انا اقبض مودع 400 دولار، انا بدي المودعين الاخرين يستفيدوا، وبدي قطاع مصرفي يرجع يوقف على اجريه، بدي وديعة. كيف بدنا نوصل بتحكي. كيف بدنا نوصل الى هالعنوان طرحته، قطاع مصرفي يوقف اجريه المودع؟ نعم، بدك حكومة خاطب مشاكل النظام المالي، ليس فقط موضوع سحب ايداع بجزئي او كلي ومبلغ صغير وحول على الليرة ومنصة والى اخره. لا نحتاج بقى الى تعاميم، نحتاج الى قوانين، والقوانين ما بتطلع الا بموضوع مشروع قوانين بتتعدى حكومة فاعلة ومجلس نيابي يقدر يدرس مشاريع القوانين ليكرها. عم ننطلق من اقتراحات قوانين مجلس النيابي بدون حكومة فاعلة. مصرف لبنان ما عطوه سلطة عم يستند على المادة 170 من قانون النقد التسيير. أنا عم بقول بكل صراحة بكل وضوح، ليس هناك من سند قانوني لهذه التعميم، بالرغم من احترامي يعني احترامي. ممكن يطعن فيه، ممكن يطعن فيه، ما بده شيء. ليش أنت دولاري ب 3900 أنا دولاري ب 12000؟ فهميني. نعم، قولي لي سند قانوني لهذا الشيء. انت عندك وديعة وانا عندي وديعة، انا ما بدي استعمل 158 دولار ب 3900، انت استعمل 158 دولار ب 12000. كيف اعطيني بس واحد يجي يقول انه هذه كواسي وهذا شيء متوازن، انما مصرف لبنان تاركينه في بحر هائج مائج، ما في عندك حكومة تقدر تاخد ايدها لحتى تقدر تمشي معه من البداية. هذه الحكومة اعتبرته هو مفلس، القطاع المصرفي مفلس وديع الناس حاليا. جاوبني بالقانون سؤال اخير، هل بحق له لحاكم مصرف لبنان يعني يوضع ضوابط على السحوبات ويحمل المودعين هركات على ودائعهم، يعني او انه يقول لهم هالقد لازم تسحبوا او ما لازم تسحبوا؟ يعني هذا بالقانون بحق له؟ بتواضع كلي أنا عم بقول هذه التعميم ليس لها سند قانوني. ونقطع السطر؟ أنا بتواضع عم بقول هذه القوانين هذا عم يعملها مثل ما عم يعمل بشيء لابد منه، يعني ما فيك تيجي تقولي له إنك أنت ما لك حق تفتح القنينة وتشرب هو عم بيموت عطش. بيفتح 100 قنينة وبيشربها. هذا مصرف لبنان عم يعمل أشياء حل طوارئ في غياب سلطة الطوارئ يلي هي حكومة. مصرف لبنان تركوه من 30 سنة في محل حكومات متعاقبة في موضوع المال والموضوع النقد وموضوع الاقتصاد، وتركينه هلأ في موضوع حلول الأزمات، وكله في صرف ما تبقى من أموال لدى المصارف في الخارج لاستمراريتها وبقائها مع المراسلين، ولدى ما يسمى عنده من توظيفات الفنية موجودة لدى البنك المركزي في منع وتبريد الانفجار الاجتماعي. نقطع السطر. لنركض سريعا 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 إلى حكومة بلا حكومة، لا يجوز هذا التخبط، ونعيش في فوضى التعميم وتعميم الفوضى. شكرا لك ضيف الرئيس السابق لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في اتصال رقم ينتهي ب 82. صلوا زمان ناطر من معي. الو بونجور ست نوال. يا هلا، الحمد لله. انت ليدة الملفات
قلت لها يا ريت بتترشح على الانتخابات. وين بدك ترشحني بأي بأي قضاء أو محافظة؟ تفضل. ست نوال بس بدي أسألك إذا حدا عامل كونتر جوان لإله لخيه إله حق خيه لأن اسمه بالكونتر جوان قبله يسحب مصرياته؟ تفضل بدو جاوبك ضيفي اليوم غسان أبو عادل. شكرا لإلك، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. شكرا. تفضل استاذ غسان. السؤال بتصور بخارج التعميم 158 عم بيسأل عن الكونت جوان العادي، يعني ما حطه هو بإطار 158. أكيد الكونت جوان لما يكون أو يعني الحساب المشترك بس يكون بين شخصين، أي واحد من الشخصين بيقدر يحرك الحساب ويسحب المصريات، وهذا الهدف يعني اللي نعمل أساسه الكونت جوان. نعم. هل صحيح يعني التعميم يستهدف حماية المصارف وأصحابها عبر تحميل الخسائر لأصحاب الودائع الصغيرة؟ يعني ليش عم ينقال هالشي تعميم 158؟ لا بالعكس، تعميم 158 عم بيحمل أصحاب الودائع الكبيرة ليستفيدوا منها أكثر الودائع الصغيرة، ورح أعطيك المثل كيف. يعني بيجعل المصارف للمودعين الكبار فقط؟ لا أنا ما بفتكر هيك، أنا بفتكر لما بده يكون في عدالة. اليوم في 15% مفروض تكون بعدها موجودة هيدي بالسيولة الأجنبية لدى مصرف لبنان. لما مصرف لبنان بده يشيل 1% ويقول اللي حسابه 50,000 واللي حسابه 10,000 واللي حسابه 10,000,000 بيسحب $400 بالشهر، هاي ما بتكون عدالة. العدالة بتكون انه بشيل 1% وبرد على المصاريف وبقول لهم كل واحد ردوا له 1% من مصرياته كاش. نعم. هيك بيكون عطى يلي عنده $1,000,000 أخذ 10,000 واللي عنده $10,000 بياخد 100. هالتعميم اللي على أساسه بياخد الشخص $200 على سعر المنصة 12,000 وهو بالسوق 15,000 ومرشح ليطلع على 25,000، كمان مش هيدا هركات على صغار ومتوسطي المودعين؟ طبعا الخسائر هلأ على الكل عم بالنسبة لسعر الصرف. نعم. وسعر الصرف عم يطلع والليرة عم تنهار وعم ترجع لورا. طيب اليوم عم بيقول لي ضيفي هو مصرفي ومنستضيفه كمان ببرنامج نقطة على السطر، المصارف التزمت وتلتزم بقانون دولار طالبه، لكن هناك من يحاول استغلال ثغرة في القانون تسمح لأي شخص لا يملك حساب مصرفي أن يدخل إلى أي فرع ومعه 15,000,000 ليرة يطالب تحويلها إلى $10,000 تحت حجة التحويل إلى الطلاب. شو رأيك بهالكلام؟ صح، ما هو حق، ما هو حق. مصارف حولت وحولت مبالغ كتير لناس لبرا، طبعا ضمن إمكانياتها يلي هي في عليها ضغط بالسيولة، بس في ناس جربت تستغل هيدا الشيء انه اي شخص اليوم ما عنده حساب وبيجي بفوت على بنك بيقول له هاي 15,000,000 حول لي 10,000، هيدي ما بيقدر يحولها المصرف الا اذا مصرف لبنان بيعه ال 10,000 على 1,500. ممكن هالتعميم يساهم بخلق عمليتين محليتين، يعني بالسوقين الرسمية والسوداء اسوة بالدولار واللولار، يعني كمان بده يعمل لخبطة بالسوق تعميم 158. 158 يمكن بالنسبة للمبالغ يلي رح تنصرف على الليرة اللبناني وتنحط بالحسابات وما بيقدروا الناس يسحبوها كاش، يمكن هيدا إذا تراكمت والناس عزوها كاش يسحبوا شيك بالليرة اللبناني وحدا يشتري منهم مثل ما عم بيصير بقصة هلأ تداول بالشيكات ويخصموا له عليها نسبة. واللي بيستفيد من 158 ما بيستفيد من التعميم 151. صح، هيدي حاطينها، هيدي حاطينها. وكل شخص مدين للمصرف لا يستفيد من التعميم. المدين لأنه بده يسدد دينه، إذا عم بسدد دينه على 1,500 مش معقول أعطيه مصرياته على 12,000 وارجع أخذ منه الدين على 1,500. نعم. اليوم خلينا ناخد فويس مسج كتير، رح نختار يعني كم فويس، خلينا ناخدهم. صباح الخير، أنا بدي أسأل اللي بيع عقار أو أرض أو سيارة أو أش مكان بال 2020 بعد 2019 20 او 21 هودي مالهم حق يسحبوه؟ يعني انه هودي مصرياتهم ما انحلال؟ شو تعليقك؟ التعميم بالنسبة لهول إذا شخص باع عقار وأخذ شيك بالدولار وفتح فيه حساب بمصرف تاني أو حطه بمصرف تاني، هدول منهم خاضعين لمبدأ سحب $400. بتوافق على الكلام تعميم 158 غير مسبوق جاف وغير مطمئن؟ غير مسبوق أكيد بتاريخ لبنان، يعني ما في منه بالنسبة لهالشي اللي عم بيصير فيه هلأ. غير مطمئن، خلينا ننطر لنشوف التوضيحات وآخر شيء كيف رح يرسي تطبيقه لنشوف إذا غير مطمئن. نعم. اليوم ماذا عن دور المنصة؟ لنحكي لنا شوي عن هالمنصة وقانون اليوم، مشروع قانون الكابيتال كنترول، بعد ما عم تدرسوا الليجين، بعد ما طلع، بعد ما أبصر النور، لأي متى أقول لك الدرس هالقد صعب؟ درس كابيتال كنترول تأخر كتير.
وهو مش من 2019 لازم يكون، هو لازم يكون من 2017. صحيح. لأنه من هذيك الأيام تبين أنه في ضغط على السيولة، ما بقى في أموال عم بتفوت على البلد، وكان لازم من وقتها يبلشوا يشوفوا كيف لازم يخففوا أول شيء النزف يلي كمل ومكمل لليوم، ومن ميلة تاني يبلشوا يفكروا بكابيتال كنترول حتى يطلع بوقت معين. كيف بيستفيد اليوم المواطن من هالقانون؟ يعني خلينا نشرح شوي، اليوم عم نحكي عن التعميم، خلينا نوضح للناس، نقول هالتعميم ال 158 بعده مش مبلور. صح. بعد يعني اليوم جمعية المصارف ما قالت كلمتها بهالإطار، بعدها اجتماعات يعني تؤجل من اجتماع إلى آخر، بعده حكم مصرف لبنان ما طلع الآلية التوضيحية لهالتعميم ولا لجنة الرقابة على المصارف، يعني الناس بدها تنطر تطلع الآلية. صح. هي ما في شيء واضح بالنسبه للتعميم، بعد ما المصارف عم بتحضر شوي، عم بتجرب تجمع هالحسابات تحط كرايتيريا بالداتابيس تبعيتها لحتى تفصلهم. قانون الكابيتال كنترول كمان بعد ما طلع من لجنه المال والموازنه، ما بعرف امتى رح يتحول الى الهيئه العامه، بيقولوا في لجان مشتركه يمكن قبل، بيقولوا ما بنعرف يعني، ما بنعرف بس كيف بده يستفيد. لازم نعرف، وحسب اطلاعك على هالموضوع شو بيستفيد المواطن، كيف عم ينقال انه بيقدر يسحب بالعمله الاجنبيه حتى 800 دولار شهريا؟ هو الكابيتال كنترول مش حدا يستفيد منه. الكابيتال كنترول بيصير عادة لحتى تضبطي انت السحوبات، يعني لحتى تحطي ضوابط لحتى ما تتهرب اموال او تطلع اموال البلد بحاجة لها، لحتى تخلي مجال لكل الناس يلي حقيقة عايزين انه يدفعوا شيء معين. هلا نحن اللي طالع عنا الكابيتال كنترول مثل كأنه جاي يلزم المصارف انه بدك تدفع دولار الطالبة وبدك تحول هيك وبدك، لا، الكابيتال كنترول بحط ضوابط لما بيكون في اموال لحتى ما تطلع الاموال. نحن اليوم اللي شايفينه انه ما في اموال، سو ما بعرف اذا وجوده هو هلا من حيث الشكل او هو لإدارة ما تبقى من أموال من بعد مطارت الأموال الكبيرة من 2017-2018-19 ويمكن بالعشرين. الكابيتال كنترول بيعدل قانون النقد والتسليف اللي احنا كنا شايفين حالنا فيه بس ما تطبق، بيمنع التحويل إلى الخارج باستثناء اللي له صفة الدينومي والصفة العاجلة، يعني مثل نفقات التعليم مثل ما قلنا، والسقف الأعلى 50,000 دولار، يعني إله حسنات كتير كبيرة. الكابيتال كنترول ما بيطلع أكتر من لفترة انتقالية بين 6 أشهر وسنة بكل بلاد العالم يلي بتطبق فيه الكابيتال كنترول. أول شيء لازم يتطبق بشكل سريع لا حتى ما نخلي هالأموال وبعدين بده يكون لفترة قصيرة، فما لازم يتعارض كتير مع قانون النقد والتسليف. يعني كمان نطرنا المنصة و12 ألف وين هتأملنا نحن المواطنين أنه ممكن يتراجع سعر صرف الدولار ل 12 ألف وإذ بفز فوق 15 ألف يعني اللبناني بيناطر شيء على طول، تجي الأيام السوداء. فاليوم شو دور هالمنصة كان؟ كيف استفادوا من اللبنانية؟ مين عم يستفيد منها؟ مين عم يتدخل بالسوق؟ مين عم بيحصل على دولار على 12 ألف اليوم؟ بس خبرنا بهالمنصة شو عم بيصير بالواقع. بالمنصة هي صار لها حوالي 3-4 أسابيع أو حوالي الشهر، يعني كل أسبوع مصرف لبنان عم بيبيع للمصارف دولار على 12 ألف، المصارف عم بتزيد 1%، عم بيبيع 12,120 أو 12,200 تقريبا. نعم. لناس يلي عندهم وسائق أو مستندات بتخولهم أنهم يحولوا لبرا. إجمالا الأكترية الساحة هني تجار عم يستوردوا بضاعة، يعني نحن مفروض نتوقع أنه هالبضاعة اللي عم تستورد على 12 ألف بالآخر الناس ما تشتريها على 15 أو على أكتر يلي هو سعر السوق، إذا كان التجار في رقابة وعب نعمل رقابة على تسعير هالبضايع هذه. المنصة عندها دور كتير بسيط مثل دور كل هالتعاميم وكل هالأشياء يلي عم تطلع هيك مثل ما بيقولوا punctual، يعني إذا ما كانت من ضمن سياسة متكاملة من الحكومة وبالجاية هيدي كلها هيك ابر مورفين عم بيعطونا ابر مورفين بتعاميم متواصله بقوانين تتشرع بمجلس النواب، يقولون النواب انه هن عم بيشتغلوا وكله لحتى ياجلوا الانفجار الاجتماعي ونقطه على السطر اللي بعده لهلا مأجل. بدي اشكرك اليوم المستشار المالي والمصرفي غسان ابو عضل، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. كنا لايف فيسبوك عبر صفحه صوت لبنان فويس اوف لبنان 100.5. بختام هاللقاء اطيب الامنيات مني نواليشا عبود دليدا غانم والمخرج جورج العلي، الى اللقاء بكره مع حلقه عن المحروقات.